وضعوني في سجن يطلقون عليه اسم محمية، وقالوا لي أنت لست جزءاً من كندا ولن تكون. تلقيت دروسي على أيدي المبشرين لثمان سنوات، كانوا من أفظع الناس. يستحيل نسيان ما حدث هناك. نحن هنا وهذا هو الكوخ. في المدرسة تم صعقي بالكهرباء مرتين. كان عمري 7 سنوات فقط. كان الكرسي الكهربائي مرتفعا، لذا اضطروا لحملي وإجلاسي عليه. لم تكن قدماي تصلان إلى الأرض، ثم قاموا بتشغيل الكهرباء، وعندما تسري الكهرباء داخل الجسد لا يمكنك التخلص منها وتبدو كالملتصق بها. هكذا كانوا يعذبونني. لقد دمرونا لأنهم أرادوا أرضنا، ففعلوا ذلك بالأطفال. درجة الحرارة اليوم 30 درجة تحت الصفر، الجو بارد. إدموند ميتاتاوابين هو الرجل الذي استضاف طاقم الفيلم في أرض أجداده، وهو الرئيس السابق لهذه الجماعة النائية في شمال أونتاريو، فورت ألباني. كندا لديها أكثر من 2000 محمية مثل هذه، أنشأتها الحكومة في أواخر القرن 19 بموجب ما يعرف بالقانون الهندي، ذلك القانون الذي يحكم السكان الأصليين. هذا القانون العنصري جعل منهم مواطنين من الدرجة الثانية، منفصلين عن البيض. اليوم هم معروفون بشعوب الأمم الأولى، وكانوا يعتبرون في ذلك الوقت همجيين. يقال لي إني هندي، وإن علي العيش داخل محمية معزولاً. نحن شعب مخفي في كندا. ها قد وصلنا. الحكومة تريد أن تسميها محمية، لكنني أسميها أرض جدي. لا يزال القانون الهندي ساري المفعول حتى اليوم. تم سن هذا القانون بالأساس في محاولة لتوطين السكان الأصليين الرحل والسيطرة على البلاد والموارد بشكل أفضل. الراهبات والقساوسة كانوا هم من يديرون المحميات لفترة طويلة. كانت مهمتهم هي تنصير الهمجيين وإدماجهم. هذه صور من المدرسة. هذه الصورة جيدة. هؤلاء هم الطالبات، البنات والراهبات، وهؤلاء هم الرهبان.
Albright Brothers. And والسجناء هنا. The prisoners are here. It's hard. كان من الصعب المقاومة في ذلك الوقت. من الصعب جدا المقاومة. تم انتزاع الأطفال من عائلاتهم من سن الرابعة أو الخامسة وتسليمهم إلى المبشرين لتعليمهم. تم إرسالهم إلى مدارس داخلية خاصة بأطفال سكان كندا الأصليين. كان دخول تلك المدارس إلزامياً بموجب القانون الهندي. العائلات التي كانت ترفض تسليم أطفالها كانت تتعرض للاضطهاد والحرمان من الإعانات الضئيلة للدولة. كان شعري طويلاً بضفائر طويلة. ذات يوم جاء شخص ما من خلفي وقص ضفائري فتدلى شعري إلى الأمام وصار شكلي يبدو هكذا. بمجرد وصول الأطفال إلى المدارس كان يتم تجريدهم من أي شيء يدل على هويتهم. كان يتم حرق ملابسهم ومنعهم من التحدث بلغتهم ثم إلباسهم زياً موحداً وإعطاء رقم لكل منهم. إنه يوم ميلاد يسوع، صحيح؟ كان الهدف هو تحويلهم إلى شيء يشبه الأطفال البيض الصغار إلى مسيحيين صغار طيبين. أمضى إدموند وابن عمه طفولتهما في مدرسة سانت آن الموجودة في المحمية. لم يغادروها إلا في سن 15. أتذكر أول يوم لي. أتذكر أنني كنت أنظر إلى أمي بينما كنا نسير. كانت هادئة جداً وأخذني شخص آخر من يدي. كنت منبهراً بالمدرسة لدرجة أني لم ألحظ أن أمي قد غادرت المكان. حاولت الركض وراءها لكنهم أغلقوا الباب وبكيت. كان الأمر وكأنك فقدت أمك للأبد. ظل ابنا العم يعانيان من القسوة وسوء المعاملة لمدة 8 سنوات. كانت تجربة صبغت حياتهما للأبد على الرغم من أنهما لم يتعرضا لأسوأ شيء وهو الاعتداء الجنسي. لقد رأينا الأخ بودوين وهو يعتدي جنسيا على طفلة. أخذها من المهجع في الطابق الثالث واصطحبها إلى القبو واغتصبها. كان يتخذ احتياطاته كي لا يحملن وهن لم يتحدثن قط. كانوا مثل مشتهي الأطفال. لم أستطع النوم أبدا لأنني كنت أعرف دائما أن ثمة شخصا ما. كنت أسمعه وهو يتحرك في الخفاء وكان أسوأ ما في الأمر هو الانتظار كل ليلة، انتظار أن يأتي شخص ويأخذك. لا يجب أن يعيش أي طفل مثل تلك التجربة. لقد عدنا جميعاً إلى منازلنا حاملين بداخلنا سراً دفيناً جيلاً بعد جيل. مدرسة سانت آن هي مجرد واحدة من عشرات المدارس الداخلية التي اشتهرت بسوء سمعتها. خلال قرن من الزمان التحق بتلك المؤسسات 150,000 طفل. لقي 4,000 منهم حتفهم بداخلها. آخر مدرسة داخلية لأطفال السكان الأصليين تم إغلاقها في عام 1996. عندما يتم انتزاع الأطفال
وسلب كل معارفهم عن تاريخهم وثقافتهم، فإن هذا بمثابة قتل للأشخاص الذين نشأوا على هذه الأرض وعرفوها وارتبطوا بها. كان الهدف هو إخراج السكان الأصليين من الأدغال وإقصاؤهم عن أرضهم لإدماجهم وتنصيرهم. أعتقد أنها كانت إبادة جماعية، فما حدث هو قتل لشعب وثقافة وأمة السكان الأصليين. كانت المدرسة هنا، مبنى كبير من 3 طوابق. كانت كبيرة بما يكفي لاستيعاب 200 طالب. هل تعلم ما الشيء الذي لم نجعل المبشرين يرونه منا قط؟ دموعنا. لم نبكي أبدا. كانوا يضربوننا، يصفعوننا على وجوهنا ورؤوسنا. Slap, 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 slap. كنا نجبر على الجثو أرضا ولعق قيئنا، وكنا نصعق بالكهرباء، لكننا بقينا هنا وما زلنا واقفين صامدين بينما هم غادرون. يمكن العثور على آخر آثار لوجود المبشرين على بعد بضع كيلومترات بداخل المحمية. حسناً، اتبعوني، سأصنع ممراً. مكان كريه، الناس يتجنبون هذه البقعة سيئة السمعة. كان القساوسة يقضون الصيف في هذه الأكواخ المهجورة. مكان قذر، لا أحد يرغب في التواجد هنا، المعنويات سيئة هنا. اعتاد الأب لافواي بعد الاعتداء الجنسي على أحد الركض إلى هنا وطلب الغفران وجلد نفسه بالصوت. كان هنا صوت، لقد كان يعاقب نفسه. الجميع كانوا يرونه وهو يفر من المدرسة ويقولون لقد فعلها مرة أخرى. هكذا نشأت، ومن الصعب تجاوز ذلك. كيف سأفعل ذلك؟ في حين يخلي البرد الطرقات من الناس، يبقى فقط هؤلاء سكان أصليون مشردون، تجسيد لثقافة تحتضر. أملاً في حياة أفضل، يفر شباب السكان الأصليين من فقر المحميات وينتهي بهم الأمر هنا في ثاندر باي. مخدرات وكحول، كيانات بائسة لا يعيرها أحد اهتماماً. وهكذا يعيشون في شوارع وسط المدينة المتجمدة. أتو ذو 48 عاماً هو أحد الناجين. إنه ينتمي إلى آخر جيل تربى على أيدي الراهبات والقساوسة. ظل أتو لفترة طويلة يحاول التغلب على معاناته بالكحول، مثل ما يقرب من نصف الرجال في مجتمعه.
هذا للشباب. هذه الموسيقى أبقتني على قيد الحياة طيلة هذه السنوات. في سن 11 أو 12 كنت في الكشافة. كان هناك قسيس اعتدى جنسياً على الكثير منا، اسمه رالف رو. ما زلت أرى صورته أمام عيني. كنا في فصل الشتاء وسرنا على الجليد حتى أماكن نصب المصائد. لم نتمكن من العودة لأننا كنا قد عبرنا البحيرة والظلام قد حل، فنصبنا معسكرنا للمبيت ورقد القس بجانبي. وفي الليل فتح سحاب كيس النوم الخاص بي وأمسك بي. يصعب علي مواصلة الكلام. البعض من رفاقي لم يتمكنوا من النجاة وماتوا بسبب الكحول والمخدرات أو انتحروا. أنا أيضاً حاولت الانتحار. لقد صوبت على نفسي بالمسدس هنا وحقنت نفسي في الذراع آملاً أن أموت نتيجة جرعة زائدة. ودخلت السجن بتهم تتعلق بالمخدرات وبالعنف المنزلي، فلطالما ضربت زوجتي السابقة وصديقاتي من بعدها. من الصعب الحديث عن ذلك. لم يقف إلى جانب أتو ويسانده سوى عمته. حان وقت القهوة. أين المرأة الوحيدة في حياته؟ أنا من عشيرة الدب. كنت أعيش مع جدتي. كانت تقول لي دائماً لا تخلدي إلى النوم وتتركي الأطباق المتسخة على الطاولة، لأن كائنات صغيرة تتجول في الليل وتبصق فيها، ولهذا السبب يمرض الناس. لذا أغسل أطباقي قبل أن أنام دائماً. أين أيضاً عانت كثيراً في المدارس الداخلية، وحتى اليوم يصعب عليها التحدث عن ذكرياتها هناك. حفيدي هنا، لذا لا أستطيع التكلم. سوف يسمع ما سأقوله، لذا لن أتكلم. ما حدث معي كان فظيعاً، ولا أحب حتى الحديث عنه. لكن هل تعلم بماذا أفادني؟ لقد جعلني الشخص الذي أنا عليه اليوم، لأنني مقاتلة ولا أستسلم لأي شيء. لطالما أرادت آينا كسر الحلقة المفرغة للصدمة، لكنها ظلت صامتة. يا إلهي، إنها تريد حماية أحفادها وتأمل أن تجنبهم المصير الذي آل إليه معظم شباب المجتمع. انظروا إلى هذا. على عكس أجدادهم، هؤلاء الشباب لم يلتحقوا بالمدارس الداخلية، ومع ذلك يبدو أنهم جميعاً يعانون من أعباء الماضي. يعاني 43% من شباب السكان الأصليين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و24 عاماً من الإدمان. يبدو أن المعاناة يتم توريثها من جيل إلى جيل. أكثر الضحايا من الإناث.
لعدم وجود مدارس ثانوية في محميات شمال أونتاريو، تأتي الفتيات إلى ثاندر باي في سن المراهقة. وسواء كنا من البيض أو من السكان الأصليين، فإنهن يصرن فريسة سهلة بسبب العنف الموروث من الاستعمار. اعترفت الدولة بوجود ظاهرة قتل الإناث. بعد دراسة استمرت عامين، تم إجراؤها على مستوى البلاد. أنا نتاج مدرسة داخلية. عندما كنت صغيرة اغتصبني قسيس في المحمية، كما تعرضت للاغتصاب عن طريق رجلي شرطة هنا في ثاندر باي، مرة في عام 2000 والأخرى في عام 2014. لقد تعرضت للضرب بشكل سيء للغاية من الرجال من شركاء حياتي. ملفي عند الطبيب بهذا السمك ومليء بالصور التي بالكاد تظهر ملامحي الأصلية. لقد هشموا عظامي. لا مزيد من الأخوات المختفيات. لا مزيد من الأخوات المختفيات. لقد اختفت أكثر من 4000 أخت على مدى 30 عاماً. إنها فضيحة ذات أصول متجذرة في تاريخ البلاد. إنه موضوع محرم. لقد تجاهلت كندا نساء وفتيات السكان الأصليين التي فقدن أو عثر عليهن مقتولات. كل هذا بسبب العنصرية والتاريخ الاستعماري لكندا مع السكان الأصليين. إنه عار، وكندا لا تحب التحدث عنه. فقط بعد انتخاب جاستن ترودو في عام 2015 بدأت البلاد تعترف بتاريخها الاستعماري. فبعد انتخابه رئيساً للوزراء مباشرةً، وجه رئيس الحكومة الشاب رسالة إلى السكان الأصليين. الحكومة الكندية تعتذر بصدق للسكان الأصليين لهذا البلد، وتطلب منهم الصفحة لتخليها عنهم. بعد اعتذاره لضحايا المدارس الداخلية، تناول رئيس الوزراء فضيحة قتل الإناث. لعقود عديدة اختفت نساء وفتيات الشعوب الأصلية في جميع أنحاء كندا، أو تعرضن للعنف أو القتل. إنه عار وغير مقبول على الإطلاق، ويجب أن ينتهي. لأول مرة في تاريخ البلاد يعترف رئيس حكومة رسمياً بأن ما حدث كان إبادة جماعية. هذه هدية لرئيس الوزراء. جاستن ترودو أيقظ آمال شعب بأكمله، لكن نساء السكان الأصليين ما زلن يختفين. وبعد الوعود الكثيرة تريد العائلات المكلومة رؤية أفعال. أنا بيتي تناضل أيضاً من أجل ذلك. أرادوا إسكاتها لستر الفضيحة. كانت ستموت قبل 4 سنوات تحت أي ظرف من الظروف. عثرت عليها سيدة كانت تمشي مع كلبها
هنا في هذه المنطقة. قيل لنا إنها كانت ترقد هناك ربما منذ يومين. لا ندري ماذا حدث. منذ مايو عام 2016 ونحن نبحث عن إجابات. بدت على الجثة علامات التعرض للعنف، جروح في الرأس وكسر في عظام القفص الصدري. خلصت الشرطة إلى أن سبب الوفاة هو التسمم الكحولي. ننثر التبغ لتكريم الأرواح. المكان الذي يموت فيه الإنسان يبقى مقدساً لأنه المكان الذي فارقته فيه روحه. أرفض الادعاء أنها ماتت بسبب تسمم كحولي، فلو كانت الجثة لرجل أبيض في منتصف العمر فهل تعتقد أن التحقيق كان سيجري بنفس الطريقة؟ بالطبع لا، كانوا سيعملون بجد لاكتشاف الحقيقة، فلماذا نحن أقل قيمة؟ نحن من الفئة التي يمكن التخلص منها كما تعلم. إذا مات أحدنا فالأمر لا يهم أحداً. هناك الكثير من الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم قتل في هذه المدينة وفي أجزاء أخرى من كندا، ولكنهم طلقاء يتجولون بحرية. بمعدل جرائم قتل أعلى بثلاث مرات من المعدل الوطني، تعتبر ثاندر باي عاصمة الجريمة في كندا. العشرات من حالات الوفاة المشبوهة لا يتم التحقيق فيها، وغالباً ما تكون الضحايا من نساء السكان الأصليين. ظلت هذه الحقيقة مخفية لفترة طويلة إلى أن تسبب تقرير رقابي في إحداث ضجة إعلامية. كشف تقرير لهيئة الرقابة على الشرطة في أونتاريو عن وجود عنصرية داخل شرطة ثاندر باي، وسيعاد التحقيق في 9 حالات تنطوي على حالات وفاة مشكوك بأمرها وقعت فجأة لأشخاص من السكان الأصليين. اكتشفنا وجود عنصرية مؤسسية داخل جهاز شرطة ثاندر باي. الكثير من التحقيقات لم يتم إجراؤها بعناية لأن الضحية كانت من السكان الأصليين. لقد تجاهل المحققون أدلة تشير إلى سبب حدوث الوفاة بشكل غير طبيعي، لذا يجب أن يتولى فريق متعدد التخصصات إعادة التحقيق في 9 من هذه الحالات. بعد شهور من المفاوضات، حصلنا على إذن بتغطية إجراءات إعادة التحقيق في القضايا 9 المهملة. إلا أن كبير المحققين اعتذر في اللحظة الأخيرة وأرسل بدلاً منه ضابطاً محلياً. في هذا المكان عثر على جثة كريستين جليدي في نهاية مارس 2016 بجوار هذه العلامة، حينها كانت في 29 من عمرها. عندما عثر على المرأة في الصباح كان بنطالها مسحوباً للأسفل وملابسها مبعثرة في كل مكان، وعلى الرغم من وجود علامات على أن الضحية تم اغتصابها جنسياً وأن نتائج تحليل الحمض النووي المحفوظة في الملف تشير إلى أحد الجنات المسجلين لدى السلطات بسبب ارتكابهم جرائم جنسية، إلا أن الشرطة أغلقت التحقيقات وتم رسمياً إثبات أن الوفاة حدثت بسبب انخفاض درجة حرارة الجسم. لماذا تم تصنيفها على أنها تقصد على أنها موت مفاجئ؟ لعدم كفاية الأدلة لفتح تحقيق جنائي. لا يمكننا اختراع الأدلة. من يعيشون نمط حياة يتسم بالخطورة بمعنى تعاطي المخدرات أو مواد أخرى غير مشروعة بشكل منتظم، فأولئك وارد أن يتعرضوا بسرعة لمواقف شديدة الخطورة، وهذا يعني الشباب الذين يعيشون هذا النمط من الحياة.
بغض النظر عن العرق، فإنهم يلعبون بالنار، لأنه من الطبيعي أن احتمالية حدوث مكروه ما تكون أكبر عندما يضع الإنسان نفسه في مواضع الخطر. كثيراً ما تلقي الشرطة اللوم على أسلوب حياة الضحايا. قلة في ثاندر باي يعتقدون أن إعادة التحقيق في هذه القضايا ستؤدي إلى نتائج جديدة. بعد سنوات من الإنكار والصمت ارتفع صوت السكان الأصليين، وها هم يتظاهرون أمام مبنى البرلمان في أوتوا تحت نوافذ مكتب رئيس الوزراء. إنه لأمر رائع حقاً أن نرى أن شباب السكان الأصليين يقودون هذه الفعاليات، ولكن من المهم أيضاً أن نعرف عدد الأشخاص الذين يدعموننا من غير السكان الأصليين. والآن سأنقل الميكروفون إلى وزير الحزب الوطني الديمقراطي تشارلي أنغوس. مرحباً. عندما تثبت الإدانة بحدوث التمييز العنصري تجاه أطفال السكان الأصليين، يكون الاعتذار ودفع التعويضات واجباً، لكن هذه الحكومة لم تفعل ذلك. وأريد أن أقول لكم كم هو أمر ملهم بالنسبة لي أن أرى شباب السكان الأصليين يقفون ومعهم مناصروهم والنساء يمشون ويفخرون ويخبرون كندا أن هناك طريقاً أفضل للمضي قدماً، وبهذه الطريقة نحترم الأرض ونحترم المعاهدات والناس. يشرفني أن أكون هنا. شكراً جزيلاً. تشارلي أنغوس هو أحد السياسيين القلائل في كندا الذين يدافعون عن حقوق السكان الأصليين. هل لي بصورة معك؟ بكل سرور. منذ أكثر من 20 سنة وهو يكافح على كل الجبهات، وسبب ذلك هو اكتشافه حقيقة المدارس الداخلية. تماماً مثل تشارلي أنغوس يريد هؤلاء الشباب أن تعترف كندا بمسؤوليتها عن الجانب المظلم من تاريخها، وأن تكسر أخيراً محرمات الاستعمار. منذ عام 2013 يمثل تشارلي أنغوس ضحايا مدرسة سانت آن الداخلية التي تعرض الأطفال فيها للتعذيب بالكرسي الكهربائي. فما زال الضحايا الناجون ينتظرون الحصول على تعويضات. الدعاوى القضائية ممتدة منذ سنوات لدرجة أنها أصبحت فضيحة. كل هذه المستندات من واقع تحقيقات الشرطة التي أجريت في سانت آن من تقرير المقابلة مع ضابط الشرطة. هل كان هناك كرسي كهربائي يتم تقييد الأطفال فيه وتوجيه صعقات كهربائية لهم؟ نعم، كانت هناك تقارير عديدة عن وجود كرسي كهربائي، وبعضها يشير إلى أن استخدامه كان بغرض الترفيه. هل تعرض الأطفال للضرب وأجبروا على لعق القيء؟ نعم، الكثيرون شهدوا بذلك، والكثير منهم كانوا من المتضررين. هل كان هناك اغتصاب مثلي الجنس؟ نعم. واغتصاب للجنس الآخر؟ نعم. إنه أشبه بفيلم رعب، ويستمر الأمر هكذا وهكذا وهكذا. عندما وصلت القضية إلى المحكمة، تبنت الحكومة الكندية موقفاً غريباً، حيث رفضت تسليم الأدلة. لقد حيل بين الضحايا وبين الوصول إلى شهادتهم، واستغرق كفاحهم لاستعادتها سنوات. في النهاية اضطرت الحكومة لتسليم تلك الوثائق، لكن أسماء العديد من الجناة تم حجبها. فما حصلنا عليه كان مجموعة من الصفحات من المستندات الفارغة، وهكذا أصبحت الأدلة عديمة الفائدة. أعطى المجرمين نجوا من العقوبة، مثلهم مثل الأساقفة، ولم تتم محاكمة المسؤولين الرئيسيين عن تلك الجرائم.
والآن علي الذهاب. اعتقدت لفترة طويلة أنهم كانوا يحاولون حماية شخص ما، ظننته أسقفاً مهماً، ولكن ما أرادته الحكومة الكندية هو حماية نفسها من الاضطرار إلى دفع تعويضات. الآن يواجهون في كندا خطر دفع تعويضات بلغت قيمتها مليارات الدولارات لهذا الجيل من أطفال السكان الأصليين المتضررين. إذا صدر حكم لمصلحة ضحايا سانت آن في القضية المرفوعة، فمن الممكن أن يتبع ذلك المزيد من القضايا ويصبح الأمر باهظ الثمن بالنسبة للدولة. أهلاً بك في أونتاريو. تركت الأزهار هناك. الأزهار ومن يحتاج إلى الأزهار؟ لدينا جليد يا رجل. جلسة البرلمان على وشك البدء، وسأقدم طلباً بتوجيه إنذار للحكومة بسبب تزوير المعلومات وعدم احترام البرلمان. قبل ذلك بعامين استجوب النائب رئيس الوزراء ترودو بشأن مسألة إخفاء الحكومة للأدلة. لقد عانى الأطفال في مدرسة سانت آنا الداخلية من كابوس سوء المعاملة والتعذيب واغتصاب الأطفال، ومع ذلك قام المدعي العام بإخفاء آلاف الصفحات من أدلة الشرطة التي تحدد هوية الجناة، وبذلك تم تقويض القضايا ورفضها. والآن بعد أن أجبرت وزارة العدل على تسليم هذه الوثائق، يزعمون أنه سيتم رفضها ما لم يعثر الضحايا على شهود يثبتون حدوث تلك الفظائع. أقول لرئيس الوزراء كفى، فالضحايا يستحقون ما هو أفضل. فهل ستضع الحكومة حدا لعرقلة العدالة بشكل نهائي؟ يا سيادة رئيس الوزراء، إن المعاناة التي لحقت بالسكان الأصليين على مدى عقود وقرون من الاستعمار في هذا البلد مخزية، وهي شيء يجب أن نتعلم منه للمضي قدما. علينا احترام حقوق السكان الأصليين في جميع الجوانب، ولذا فإننا نعمل مع الضحايا ومع المجتمعات لضمان تقديم التعويضات. علينا أن نتفهم ونحترم تاريخهم، وأن نستعد لتطبيق العدالة، وأن نمضي قدما في تنفيذ هذه المبادئ. على الرغم من وعود رئيس الوزراء، قررت الحكومة الكندية الانتقال إلى الهجوم. لقد حاولوا بكل الوسائل إضعاف الدفاع، فتكاليف التقاضي وحدها بلغت أكثر من 3 ملايين دولار كندي. يبدو أن الحكومة تفضل الدفاع عن الجناة، بينما تصرح للرأي العام بأنها تقف إلى جانب الضحايا. وفي آخر فصل من فصول تلك المسرحية الهزلية، قاموا بمقاضاة محامية الضحايا فاي برونينغ، التي تمثل المدعين في قضية سانت آن منذ 10 سنوات كمتطوعة. لكن في هذه المرة سيساندها موكلوها في قاعة المحكمة في تورونتو. لقد جاءوا من جميع أنحاء أونتاريو لحضور جلسة المحاكمة. كيف حالك يا صديقي؟ تسرني رؤيتك. لم تنتهي القصة، لكننا مستمرون في الكفاح. هذه هي حياتنا. إنها الحياة، نعم. صباح الخير أصدقائي. You're the smart one. وفي أول قضية من نوعها يتهم المحامي بإهانة المحكمة، قد يحكم عليها بغرامة مالية قدرها 25,000 دولار، وسيكون ذلك هو نهاية دفاعها عن الضحايا. بعد جلسة قصيرة
حكم القاضي لصالحها. يعتبر هذا بمثابة انتصار أول لضحايا مدرسة سانت آن الداخلية. إنه انتصار صغير للعدالة تجاه شعب بأكمله في معركته الأولى. فلسفتهم كانت مبنية على قتل أطفال السكان الأصليين، بمعنى انتزاعهم من عائلاتهم وأرضهم ومحو جذورهم. وهذا خلف أجيالاً من المتضررين التي لم تنسى أنها من السكان الأصليين. نحن لسنا أحراراً، نحن سجناء كندا في عام 2020. سأستمر في الكفاح حتى يتم إلغاء القانون الهندي، وحتى تنتهي المحميات ونتحرر.